بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كله سبيك عربي. على السبيكر لسه ما وصلش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اشرف عاطف، انا استاذ مساعد في قسم العظام في طنطا. هو الموضوع هو الكونسبتس اوف ترانسبورت باي الظروف ان جود افكتس، اللي هي ان استعرض افكار يعني هاو تو ميك ترانسبورت. طبعا كلنا شفنا صوره زي دي. لوس اوف بول از فيري كومن ان هاي انرجي فراكشنز. ات كان اوكير اميديتلي اون ديورنج انجري اور افتر ديبلويمنت. اند اوف كورس وي فيس ان افكت. Frequent either sabotage operations, either by amputation and prosthesis, this is very rapid with loss of the limb, or gradual reconstruction of both the bone and the soft tissue, and this take a long period with preservation of the limb. Choice type depends on the local rearrangement of blood supply and nerve supply, and also the residual abdominal muscular function. So reconstruction is indicated only if local factors suggest that a good functional recovery can be obtained. بمعنى انه مش معقول ان اي عيان عندي في سيفير لوس اوف المسلز لوس اوف الفانكشن اند وي ريكونستراكت ذا ليم، اتس بيتر تو ميك امبيتيشن اور امبيتيشن تو جيت بيتر فانكشن. الريكونستراكشن بانواعه اف سمول ديفكتس وي كان ميك لونج جرافت، لارج ديفكتس كان بي تيتل باي فيبرال جرافتنج، اور اوف كورس ذا اول تكنيك اوف تيبيو فيبرالز ريستوزز. Which will affect the tibia of the fibula above and down to get the weight above the fibula, which is called the tibialization of the fibula. But according to Isolov, we all know the low of tension stress, meaning that living tissues subjected to slow, steady traction become active in both bilateral sympathetic and peripheral cerebral pathway. So if any tissue is tension is applied to any tissue, it will get proliferation and new tissue formation. It is a rough technique, معتمد على الفكرة ديت، وبيتقسم مجموعتين كبار في تعويض الشورتنج أو الريكونستراكشن أوف بوث أوف بوث ديفكتس. الطريقتين اللي هما إيه؟ أول طريقة هي إن إحنا بنعمل أكيد شورتنج أند كومبريشن أت ذا فراكشر سايت أور ذا لوس بار، أند ذيس إز فولد باي ذا ليفينج أند سيبريت سايت. دي فكرتها طبعا ان احنا بنقلل السوبتيشن افكت immediately so we can drop knee grafting and so on. وفي نفس الوقت لو في vascular supply لو في vascular repair او nerve repair دوت بيبقى احسن بالاكيوت شورتنج. The other technique is bone transport in which we make internal lengthening of one or both segments to fit the gap. ده هي ميزتها ان هو normal length is not changed وفي نفس الوقت بيبقى فيه ديفكت. لو جينا نقسم نتكلم عن كل طريقه، اول طريقه اللي هي الاكيد شوكنج اللي هي كومبريشن فولد باي ديستراكشن، احنا بنعمل اللي هو زي الصوره البريكنج اهوت، بنشيل كل السوفت تيشو لوست من اهوت. كل انت مش موجود شو؟ بنشيل كل الديفكتس الموجوده من اهوت ونعمل اكيوت كومبريشن وبعدين نعمل بروكسيمال ستوكنج. بس ناخد بالنا ان الاكيوت شورتنج كوزز كينكينج، بالتالي الصوت واضح مش كده؟ مش محتاجين ان نسمعه. ناخد بالنا ان الاكيوت شورتنج دايما بيعمل كينكينج في البلاد سبلاي اوكي تيزنس، سو اتس فيري امبورتنت انترا اوبرتيف اند ان ذا فيو دايز بوست اوبرتيف تو مونوتر جرادو ريجولارلي ذا بلاد سبلاي افويد اكيوت سكيميا تو كير. ميزة العملية ديت اللي هي اكيوت كومبريشن ان احنا ما بنحتاجش ان احنا ندخل عيان تاني نعمل جرافتنج. جرافتنج از يوجوالي immediately كان بي دون. سو بون جرافت از immediately applied تو ذا كومبريشن سايت. This is followed by posteriorly in the subclavian area above and gradual distraction to regain the length of the affected limb. الديفكت اللي انا اقدر اعمل له اكيد شورتنج قد ايه اختلفت الاقاويل كتير حسب السايت اند سو اون. بس احنا كنا عملنا ليبر انا وزميلي الدكتور احمد، ده كان من 3 سنين تقريبا، وجدنا انه اكثر شورتنج نقدر نعمله حوالي 3.5 سم في اكيد شورتنج. وده احنا اعتمدنا على اساس المودل اوف ذا بلاد سبلاي، لان احنا بنعمل شورتنج اكثر من كده بيحصل كينكينج مور اوف ذا بلاد فيزا اند مور سكيميا. سو ات از ريكومندد ذات ذا ماكسيمم
shortly to be about 3.5 centimeters. لو جينا الاكزامبل حاله زي ديت نجلكت كومبليت فراكشر تيبيا يعني بتفك حوالي 3 سم لو لقينا ريزلت ان ديسكشن بقول نتيجه الكومبليشن موجود ده عملنا اكيد كومبريشن بروكسيمي ودس سوتي اند ديت واز ريزكشن داون تو جيت ذس ان ريزلت. ديت كانت اول تكنيك اللي هي اكيد كومبليشن اند ريستراكشن واتفقنا ان هي ممكن نعملها لغايه اب تو 3.5 سم. The other technique, which is the simple bone transport, in which removal of all the fragments is done first, and proximal osteotomy. طبعا عين بيطلع في الأشعة بالمنظر ده في defect distal proximal وفي osteotomy on the other side. Then gradual transport is done, and usually it begins about 1 to 2 weeks later. And the bone graft is another operation to be done after arrival to the docking site. After the transport fragment reaches the docking site, the placement of the bony ends and bony grafting is performed. The frame is then left for more 4 to 7 months, waiting for complete consolidation of the regenerate site. The transport the hobot, into bifocal transport, trifocal, or even quadrifocal transport. نحن سأعيده اللي هو زي الحال اللي فاتت ديت اللي هي bifocal bone transport. أنا عندي الديفكت تحت وعملت اوستيكال فورس و we have two sites, so it is bifocal. One level for compression and another level for distraction. An example, this is an affected femur with large area of sequestration. طبعا ساعتها هنعمل يبقى دلوقتي ده اباف ويوز سيفير ديفايدن اند اوستيوتوم داون سو اتس تو سايد سو اتس باي فوكال جرادوال ترانسبورت اند ريجينيت اند ديستا سايد اند ذيس ذا اند ريزلت. تراي فوكال باكس اوف بلو ترانسبورت مينينج ذات وي هاف وان ديفكت ذات كان بي كومبنسيتد باي تو اوستيوتومز اند ذيس تو اوستيوتومز كان بي ايذر ان بوث سايدز سو ذا ديفكت از ان ذا ميدل. The defect is in the middle and we have to scoot it above and down to make compression. And another type is that the defect is down and we make two osteotomies above. And we make gradual lengthy or gradual transport. هو الايم بتاع الطريقه ديت ان انت بتختصر التايم بدل ما يبقى عندي اوستيوتي واحد وانا قاعد اطول عليه 100 في اليوم يبقى عندي تو اوستيوتيز فبالتالي هختصر المده. بس اكشولي بالتالي ممكن حد يوافقني في الكلام ده ان احنا بنفرق ان الفراجمنت اللي احنا عاملين فيها اوستيوتي از اكزوستد بيكوز اوف تو سايدز اوف اوستيوتيز. فدايما بنلاقي ان الوقت مش سهل زي ما احنا عايزين نص الوقت دايما بتلاقيه اكتر شويه تلاقيه مثلا ايه لا بدل ما ياخد نص الوقت انت خدت ثلاث ارباع الوقت يعني ما استفدناش منه قوي. وهيبان في حاله دلوقتي ديت زي ديت عندي سيفير انفكشن بوست تروما فيكسد باي نون لاجر اكسترنال فيكسيتور اند وي ميك جود ديفايدد داون اند ريموفر اوف اول ذا سوفت تيشو اند تو سايدز اوف اوستيوتومز اند وي كان سي ذيس ذا فريم انتروجر during transport and we can see here more transport and arrival of the fragment to the docking site and grafting. Here we can see that the proximal regenerate is very good and the down regenerate, the second one, is weak. And usually we face this problem with the trifocal. So I think most of us رجعنا تاني للطريقة التانية اللي هي bifocal أكتر بسبب موقعنا. Another technique is quadrifocal. I think it's only case report. حالة ديت أنا كنت في إيطاليا بدأتها مع البروفيسور وجيت بعديها قلت له وائل عزلان بعديها بسنتين شاد الجهاز مع نفس البروفيسور. الحالة ديت كان بالمنظر ده هو سيفير تروما with complete loss of bone proximal distal and the only viable fragment is the middle fragment. So what was done is osteotomy of the fragment into two parts and gradual transport. مش وينتر يا جماعه؟ مش وينتر ايوه عملنا اوستيوتومي نوع بروكسيمال اند انذر اوستيوتومي هير اند وي ميد جرادوال ترانسبورت اوف ذيس فراجمنت ابوف اند ذيس فراجمنت داون. ذيس بروسيس توك اراوند 2 ييرز اند ذيس از ذا اند ريزلت. اوف كورس فيري ديفيكالت تو ميك ا كيس لايك ذات اند ات نيدز ا فيري بيشنت بيشنت. This was about the concept of the transport.
within the concepts of the transport, we have also the defects caused by the gunshots. This was a lecture which was اللي كان المفروض يقولها وائل عزام بس معيشه مش موجود فانا هدخلها في نص على اسمها افوست البوند افكتس في مره. البوند افكتس كوز باي جان شوتس از كوزنج اكستنسيف بوند افكتس. The incidence has been increasing in the last few years, of course, because of the rundown availability of the wounded at the hand. وكلنا شفنا الفترة فاتت wound effects كتير caused by the gunshots. وكلنا عارفين طبعا ان the gunshot injuries is considered by Gastello is grade 3C because of the extensive damage to the blood supply and all the wound. So it should be, it should take more care by the orthopedic patient. The orthopedic surgeon should understand the extent of tissue damage, the need for debridement, the potential for infection, possibility of osseous and soft tissue reconstruction. So we should نتوقع ان في severe damage to the tissue. We need excessive debridement even more than one time, and there are high potentials for infection. This was a paper published by me and Wael Azam about this wound effects caused by the gunshots. In the literature, we found that the gunshot makes two zones of trauma. The first one is the binal wound tract zone. That is, we show that there is a tract with wound effect. وللاسف معظمنا بنتخلع بديه ممكن تعمل ديفايدمنت على قد دي بس وتفاجئ بعد كده ان انت العيان داخل بجنبين عن سوء. The other zone is the contusion zone and the last is the concussion zone. So this figure illustrates to us that we need to divide not only the track but also around it until the vital tissues as possible as we can. And sometimes we don't find devitalized tissues except after the second type of the debridement. So it's recommended that adequate debridement of all the devitalized bone and soft tissue, keeping in mind the three zones caused by the gunshot injury, اللي احنا لسه قايلين عليها, with continuous monitoring of the peripheral suppuration. طبعا gunshots ما ينفعش معاها acute compression, لازم يكون the bone effect of it. So bifocal blood transport is done, not the compression lead dissection technique. The technique of compression dissection is not recommended in most gunshot effects. Bone grafting of the domain site is essential in all the cases because of the high energy that causes a low ability for union. The wound should be left open and this open wound, gradual transport, the transported segment descends with its soft tissue cover and the soft tissue effect is eventually closed by the time of docking. So we keep the wound open and by gradual distraction and gradual compression, the defect is closed. It should be expected that extended time in gunshots will be longer with residual function impairment because of the destructive nature of the energy of the engine. This is an example of gunshot in the mid-chest of the tibia with severe destruction of the soft tissue and the wound. Here, complete debridement was done with gradual transport, and this was the end result. دايما بحب انهي المحاضره او اللي هي البرزنتيشن بحاجه عن الزروف بشكل عام. الزروف كونسبت از هاي ريت اوف التيميت سكسس جود ديستورشن اوف ليمف اند الاينمنت امبيليشن ديورنج تريتمنت دي كلها ادفانتج للزروف بس في نفس الوقت هو له عيوب كتيره اللي هي ريكوايرز برولد تايم اند فريم بون جرافتنج اوف ديفنت سايت اند فريكونت كومبليكيشنز. So patient must understand that the zaruf will be in place for a long time. ممكن أحيانا يقعد لساعتين وأكثر زي الحالة اللي أنا قلناها دي. Patient will be in constant pain. Meticulous pain site care twice daily is a must and self-directed lengthening. All options should be given and documented. نعرف العين ممكن في options تانية أسهل أسرع بس هيبقى فيها defect أو فيها loss of the limb. If he accepted it's okay. The Zaruf system is a good choice for patients with psychiatric problems and no pain tolerance. One of the most contraindications for the Zaruf is the psychic or the depressed patient. Many thanks. واعتقد ان احنا كلنا عندنا سب كيس واعتقد ده يعني المفروض يعني حاجه زي كده المفروض ان احنا المفروض كلنا نجمعها ونكتب حاجه مجمعه على الموضوع ده لان اعتقد ان يعني عدد الحالات عند كل حد مش هيبقى كبير قوي لكن لو عملنا
حاجة مجمعة ممكن يبقى فيه فعلا عدد كبير من الحالات. فعلا احنا كنا زي الموضوع ده احنا كنا اشتغلنا على فتره بس حوالي 16 حاله. بالنسبه للموضوع الاكبر بتاع مستوى القيم بتاع الحياه ده يعني فرصه ان احنا وخاصه في موضوع زي الجراوند شوت انجلز، ان الاسسمنت هيبقى واحد بيكتب يعني الـ A-Story System هيبقى أكيد كلنا ماشيين عليه، فسهل إن احنا كلنا نعمل results بنفس الـ Assessment School ونقدر نعمل حاجة زي كده. فياريت تبتدي حاجة زي كده كلنا معاك. حاجة خلاص احنا يعني أنا هكمل معاك أي أسئلة للدكتور؟ On the same theme الموضوع الحقيقة مهم from the national point of view يعني بالنسبة لجانجر انجلز of civil violence يعني ده اللي بيحصل عندنا ده civil violence. كان في studies كانت معمولة قبل كده كمان أيام ما كان في أيرلندا كان في دراسة تحت الـ IRA والكلام من هذا القبيل في papers كتير كانت فدي فرصة حقيقة إن يطلع combined papers تلم مجموعة multi centric study وتطلع results بتاعت الجانجر with different types of it before being made with By the way, I'd like to add something about this. On the contrary, I usually didn't do in the firearm engine the bullets and the lifeless injury, the bullets, especially this type of damaging and shattering and comminution, severely comminution in the tibia, in the diaphyseal, even not the metaphysis, didn't do any debridement at all for the bone and use it as it is and compress it or no according to the condition of ossification, and didn't do anything at all. Absolutely. I have no comment from the patient. Actually, I did them most of the cases abroad in Yemen and Libya, Somal. Either they came here or I was there for some combination. Yes. Not just as a wound care, not as a bone care. If you found easily to have some bone extracted, loose bone, okay, but not absolute, to leave even loose fragments, just to have a look. If you find something attached to soft tissue, I found, yes, already necrotic, burned bone, but it takes a time lesser than to resect a big shattered pieces of bone, provided that the bullet is usually have a penetration entry, inlet, just like a pencil, and outlet about 10 or 7 or maybe 14 centimeters. The soft tissue, if it is good, I think it is accepted, but not all the area of the tibia. بس ليه تعليق تاني كنا سامعيني صح؟ في حد سامعيني؟ حد في حد مش سامعيني؟ اللي ورا خالص. السلام عليكم. هو لانها ليه شويه شغل بنتم انت عارف انت كان شاطر يعني الكليه بتبقى مشهوره في الحكايه دي اللي هو احنا لازم نفتكر ان في فرق ما بين زي ما الدكتور جاد بيقول اللي هو السيفيليان لو فيلوسيتي جان شوت اللي هو واحد ضرب وبيت رش ولا مسدس اللي هو الجلف والحاجات دي بتاعت الكلام تحت السلم دي وبين الهاي فيلوسيتي جان شوت انشز ده نمرة واحد وبالتالي
نمرة 2 ده يقل على الجزء الثاني اللي هو فعلا زي ما انت بتقول هو الرصاصة في الهاي فيلوسيتي تبقى داخلة وتفرم وسطها والويف اوف انرجي حواليها فده يفرق في الدرايفنج. لكن الترند بقى اللي هو يعني انا مقتنع بيه دلوقتي وماشي عليه هو اللي هو زي ما الدكتور فاضل بيقول ده اديني ده سيتو فور شورت تايم واعمل سوفت شو ريكونستراكشن سوفت شو فلاك جراف وات ايفر بحيث ان في خلال اسبوعين العيان ده بقى سيجمنت ديفكت بس نوت انفكتد كلين. وقتها بقى انت عايز بقى تعمل بقى مسؤوليات تكنيك سبيسر وانترنال فيكسيشن يعني انما زي ما انت كده قلت لنا الحكايه بتاعت اللي ظرف لسنتين في رجل العيان ده دي صعبه خاصه ان ده يجيبنا للرساله اللي انت قلتها في الاخر ان بروبر سيلكشن اوف بيشنت فانت اصلا ده واحد مجرد مصاصه انت ما عندكش تشويس سيلكشن يعني طبعا اغلبنا كجراحين عظام بنحط الشماعه الحلوه بتاعت بروبر سيلكشن اوف بيشنت عشان يبقى باك دور نطلع بيه في اي حاجه اصلا انا العيان ده عملت له تدني بس كان مش بروبر سيلكشن اوف بيشنت يعني انما يعني اعتقد ان ده هيبقى البيتر ترند لينا دلوقتي اللي هو تكير ابوت سوفت تيشو بحيث تحول انفكتد اوبن فراكشر لكلوز فراكشر بعد كده بقى وقتها هعمل بقى ريكونستراكشن بميكانيكال الترنتيف سكيره بقى انترنال او اكسترنال وبايولوجيكال الترنتيف سكيره اللي هي برضو من اول بقى البوم جرافت يبقى سبرايز جرافت للبوم مارو انجكشن كل الحاجات يعني ده عارف يتعملوا فيرست ايد صح